ذكرياتي من ورائي وعيوني للفضائي لن ينالوا من سمائي لن يحدوا من ارتقائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبيكن وجعل الجنة مثواي ومثواكم. كيف عامل البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير. مهم الصباح هذا درت قهوه وقلت عاد نجلس نهضر معكم شويه ونقول لكم شنو عندي اليوم. كيف ما شفتوا فيديو جديد مختلف على الفيديوهات اللي قبل، اليوم عندي واحد رونديفو ان شاء الله في لوفي، بقاو معايا باش تعرفوا ديال شهاد رونديفو. وبغيت نقدم الشكر خالص لشي بنات جدادين، الناس اللي دخلوا جداد بصفه عامه دخلوا القناه ديالي، شكرا لكم بزاف والله لا تبارك الله ما شاء الله. لقيت كومونتيرات اللي صراحه الكلام كيثلج القلب، يا اما بالدعاء يا اما بنصائح اللي ما كنتش عارفهم، شي حوايج اللي فادوني بهم بنات نيس مغتاري بس. فشكرا لكم بزاف وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم بالنسبه للجيم وكومونتير. كنتمنى ديروها عن طيب خاطر، الا كتشوفي نفسك انك كتستافدي وكتاخذي طاقه ايجابيه من الفيديوهات ديالي فديريها. حسيتي براسك ما استفدتي ولا ماشي مشكل، انا ما عنديش نهائيا حتى شي مشكل، اي كومونتير زوين اي جيم زوين فانا كنتمنى يكون من وراه واحد الاستفاده ولا واحد البهله دخلت عليك ولو غير بالهضره ديالي ماشي مشكل. ومعايا حتى لاخر فيديو حيت بغيت نهضر في واحد الموضوع. انا اخر واحدة اللي كتوجد وكتلبس حوايجها، تعطلت على الزوج الكريم كيتسناني لتحت. ايوا مهم لبست العباءه ديالي والشال ديالي واكيد البافيت اللي كتعوض لي النقاب. المهم بقاو معايا البنات. الله الله كن مع الله ترى الله معك واترك الكل. بنات ولا البنات بصفة عامة، كنهضر دابا على البنات، البنات اللي ما دايرينش الخيمة راه
ماشي مشكل يغلطوا يديروا لك المختامره درتي النقاب ودرتي الخمار ايوا ما خاصكيش تغلطي الا غلطتي صافي هذوك راه المرقبات المختمرات المهجبات ما كي مصالحيش كي هذوك اللي تيكونوا خايبين هذوك اللي تيكونوا غامضين هذوك اللي كيديروا الزبايل وكيستروا ريوسهم باش ما يبانوش حيت هذوك شي خايب بزاف المرقبه او النقاب ولا المختمره بحال بحال اي وحده غير هي زايده طالع على هذيك اللي كتلبس لباس يعني فاضح كما نقول كما بغا يكون هذاك اللباس ديالك كيتسمى فاضح حنا بالنسبه لنا في الدين ديالنا فاضح خاصها كتغلط حتى هي بعض المرات كيغرى الشيطان حيت كتجاهد راسها الحمد لله انها صبرات راسها وضبطات واحد الفرض وكتجاهد راسها يوميا انها ما تكذبش كتجاهد راسها يوميا انها تؤدي العبادات ديالها اليوميه في الوقت ديالهم كتجاهد راسها يوميا انها ما تنافقش نساء كتجاهد نفسها يوميا انها تكون صالحه في هذاك بالنسبه كوحده مسلمه راه احسن حاجه الخير هي تكون انت اللي غتقولي انت كبنت تقولي علاش انا غندير الخمار ولا النقاب ولا الحجاب غندير نقاب ولا الحجاب راه المختمرات اصلا شوف واش دايرين فاضحين راه الايمان في القلب خصوصا مؤخرا بزاف الايمان في القلب مع انني في الفيديو اللي فات راه شرحت لكم شنو هي الايمان في القلب غير الانسان اللي بغى يتغاضى على هذا الشيء من هذه الناحيه هذه كان هضرنا على الموضوع ديال ما تبقاش اي حاجه طرات شي وحده غلطات ولا درت شي حاجه صافي راه المحتجبات راه المرقبات راه المختمرات خصهم ما يغلطوش راه دارت راه فعلت يعني راه الله يعلم شنو مخبيين المناقشة وحده مرقبه كتلبس النقاب السعوديه كتعري رجليها كتعرض فادي رجليها مسكين راه شنو كيديروا شنو كل وحده وكيفاش كل وحده كيفاش واخدتي كيف كل وحده ومازال خاصها تزيد تجهد راسها تحيد شحال من حاجه فيها الحمد لله الانسان غادي بشي بشي عنده داك الخوف من الله سبحانه وتعالى كيستر راسو وكتجهد راسها بزاف ديال الحوايج فماشي باش تبرروا على الاغلاط ديالكم على البعد ديالكم على الدين وعلى البعد ديالكم على انكم ما درتوش داك الشرط ديال اللباس الشرعي انكم تنوضوا تقذفوا عيالات ولا بنات دارين داك اللباس ووحده غلطات غادي نجمعوا كاملين البنات ولا كاع المحجبات انهم غالطين هذاك راه اكبر غلط لان هذا الحمد لله هذيك السيده اللي غادي تنتقديها ولا شي حاجه راه الحمد لله درت واحد الشرط اللي انت ما قدرتيش نهائيا ديريه يعني كون غير قدرتي انت ديري بعدا نقول لكم مين ماشي مشكل انت ما قدرتيش ديري فانا حتى انا شفت في الفيسبوك شحال من بنت كتكون هي اصلا اللباس ديالها لا علاقه ولا مثلا حتى الحجاب ديالها ماشي حجاب باش نكونوا بين قوسين ليس حجاب شرعي وجوج تقول لك والمنقبات وبقات في الحجاب وبقات في هذه هذاك الشيء كيبغيو يردوه داك هذاك الضمير الميت اللي عندهم في الخاطر ديال اللي عارف بان داك الشيء اللي لابسين راه ماشي شرعي عارفين الحقيقه وعارفين شنو كاين كيبغيو يبردوا على راسهم ديك الحاجه كيبغيو يقولوا شوف المنتقب المهم انا الحمد لله لابسه غير هكا وما كنديرش هذا الشيء وما كان ما كنديرش هذا الفضايح وما كنديرش هذه وما كنديرش الحمد لله المتهم انني مسلمه وكنخاف وهذه لا اختي اللباس الشرعي راه باين باين الحجاب راه باين باين انت كنتي الحجاب ديالك شرعي غلطتي داك الشيء بينك وبين الله الاحسن حاجه غير الانسان يغطي يخبي المعاصي ديالو المعاصي ديالو ماشي انت كديري معصيه وكتشهري بها حتى الاخوات اللي كيكونوا تبارك الله ما شاء الله منقبات واخوات ما شاء الله عليهم كتشوفي البروفايلات ديالهم تقولي تبارك الله ما شاء الله ولكن كيجهروا بالمعاصي ديالهم كيفاش انه كتبقى عندك وصلت البنات ودخلت لهنايا كندوز داك التيست راه هو ممنوع التصوير فخديت لكم فيديو خطفه لا داز داكشي كلشي بخير وعلى خير كتكون دائما شي حاجه عندك مسخوفه منها خصها ماشي بلادك فداكشي داز ساهل بزاف ما تخش معايا الزوج اكيد يعني كنت بوحدي ممنوع يدخل معك شي حد دوزت التيست ديالي كملت وريقاتي ان شاء الله باذن الله كاين الجديد ان شاء الله غنصوروا فيديو جديد باش نقول لكم اشنو غادي ندير ان شاء الله دابا المهم شدينا الطريق دابا للدار باش نحاول ندخلوا الناس اللي كيبغيو يكتبوا لي ميساجات ولا كيبغيو يتواصلوا معايا فانا كنستعمل الانستغرام بزاف الليان ديالو في صندوق الوصف شكرا لكم بزاف وخلوا لي كومونتيرات زوينين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.